اوه اها شو رايكم؟ ممتاز ممتاز، طالع بتجنن، بس حط لك جرافه هيك، هي بتعرفك جدي. لا شو هالحكي، خد معك علبه شوكولا بطريقك. ايش رايح تطلب ايدها؟ معقول؟ طولوا بالكم، ما بكفي انا متوتر وانتم قاعدين عم تفكروا بالجرافه. شو بنا يا عريس، ليكك هيك بتاخذ العقل؟ شو بدك اكثر من هيك يعني؟ عن جد عم تحكي؟ طبعا نحن متعودين على المداهمات، يعني مو متعود روح على الكافيات واقعد برواق هيك. كله فنجان قهوه، ما بدك كل هالتوتر. اذا لغيتها ما بيمشي الحال؟ لا والله اذا رحت ما رح اقدر حاكيها، اكيد رح فوت بالحيط. يعني شو بدي اقول؟ انت بتعرفني اني بخجل. معقول ما في شيء تحكوا فيه؟ دغري احكي لها، وقت تطلع بمهمه وقدامك في مسلحين بتصير انت بتقوس الفايت والطالع. بس قوس على مهلك، لا تفوت كتير بالحاله. لا اخي ما رح تزبط، بعرف حالي اول ما اشوفها رح اتكركب وما رح اقدر احكي شيء، لانه هي اول مره. اخي عاكف، يعني اذا انت كمان رحت معي ما بيمشي الحال. يعني انت شو عم تحكي؟ يلا طع معي، انت بتساعدني اكثر. انا خطرت لي فكره، طالما هو واثق من عاكف بهالقصه بيقدر يساعده. كيف بقى احكي؟ عن طريق هدول. لا مو معقول، مستحيل. ايه والله الفكرة حلوة، انت بتحكي معي وبتقلي شو اقول. لك كارلوس، على اساس انا دون جوان يعني؟ انا بعطيك الطريقة وانت بتحكي مع البنت؟ والله سمعة. يا ربي دخيلك على هالقصة، ما لقيت حدا يساعدك غير السيد عاكف. ايه والله. والله يا عاكف اذا ما بتروح معي انا ماني رايح. عاكف خلص بقى روح ساعده، مع انه انت فاشل بهالقصص، بس اذا حكيت من قلبك مو من عقلك بيطلع معك حكي حلو. خير ان شاء الله. ايه ماشي. تمام، انت ما رح تروحي؟ لا ماني رايحه، تعبانه شوي. خلص روح انت. عاكف خلص انا بروح معك. تمام روحوا انتو. خد حط لك جرافة تطلع أحلى. يعني لازم ألبسها؟ أحلى. بس الموضوع ماله بهالبساطة. شش، عناصر التنظيم على علم بالعملية وممكن يتحركوا بأي لحظة ومستقتلين عليهم. في تحذير من المخابرات، لازم تفتحوا عيونكم منيح. مفهوم يا شباب؟ لا تشغل بالك سيدي. يلا تصبحوا على خير جميع، روحوا هلا على بيوتكم ارتاحوا، بكره بيكون متعب. وكل المعلومات اللي بدكم اياها رح تلاقوها بالملفات اللي موجوده معكم، فيكم تطلعوا عليها بالبيت. شش، ديروا بالكم على حالكم. امرك سيدي. يلا يعطيكم العافيه. شكرا سيدي. الله يعافيك. الله يعافيك. انتوا كيف بدكم تروحوا؟ بتحبوا نوصلكم؟ لا اخي شكرا، في معنا سياره وسينا رح يروح معي. طيب معناها تصبحوا على خير. منشوف تصبحوا على خير. لا قلت تصبحوا على خير. كيف طمني، انت عم تسمعني؟ لهلا عم بسمعك، بس خايف يفصل. لك بدل ما تريحني قاعد عم توترني. كأنه البنت بانا جاية، خايف تكون كذابة. كارلوس طول بالك شوي، ما صار لك 10 دقايق واصل. لا اخي انا ماني مطمن، حاسس هي البنت كذبت علي. وبعدين بذكرك ما رح تجي. صبر كارلوس صبر، بلا توتر. أخي والله ما رح تجي، أنا خلص بدي أروح على البيت. قوم خلصني بقى. عاكف ما بصير هيك، البنت دايماً بتتأخر. يلي ما بيقدر يستنى شوي كيف بده يستنى هالعمر؟ والله مزبوط. شو بتحب تشرب؟ في عنا مبيت ظريف بنصحك فيه. شو مبيت؟
انت ليش هيك عم تحكي معي؟ اه تحرك جيب كازوزا. كازوزا اخي شو فيها؟ ايه ليش متفاجئ؟ كاني طلبت منه شيء عجيب. يلا تحرك جيب لي كازوزا ولا تطلع لي خلاقي. انا خلقه متوتر. كارلوس كارلوس شو؟ بين الهدف وبلش يقرب منك. اه كيف؟ مشان الله لا تجيب لي سيره الاهداف. شايفني متوتر وبلا ما اوصل البنت. ها قوم وقف بوشها واسحب الكرسي تبعها. تفضلي. لا تواخذني، نطرتك كثير ما هيك؟ لا ولك يا ربي خزيتنا بحركاتك. ناقص تبوس ايدها. على فكره هالشي مو غلط. لا تضل فاتح تمك وعم تطلع فيها. جلس ظهرك جلس ظهرك، طلع بحده. خلي نظرتك نظرة رجال. في شي؟ انت متضايق من شي؟ لا ما بني شي. انت كيفك؟ اه روق شفقة كف للبنت كمان. اخي شو بدي اطلب من هدول؟ والله ما بعرف اسم ولا وحدة. عفوا اي شي. اكل شي شلف. تاكل شلف؟ ما في لحمة هون يا ترى؟ أنا بحب المطبخ الفرنسي، أنا كثير بحبه بعشقه. أول مرة بيجي لهون. معناتها خذي اطلبي أنت. شكراً لك. أنت شو عم تعمل كارلوس؟ هيك نزعت كل شيء. حاول تظبط الوضع. الطقس السنة غريب. تقلبات الجو أكيد هي بتكون. مع انه في صوبيا بالبيت بس مع هيك ابرد. حاطت صوبيا بالبيت؟ قصدي بالصوبيا الشيميني. عرضها 4 امتار كبيره وما عندنا شيء اسمه حطب، منظر بس على الكهرباء. يعني انا انتقلت على بيت جديد. دخلها بالجو كارلوس، يلا احكي لنا. انا ملاحظ عم نخسر المريضه. جاملها للبنت تلحلح؟ اخي ما قلنا لهالدرجه. لا تعطيها وش. عاكف شو هالحكي؟ أي بنت بتحب تسمع حكي حلو؟ بس أنا مالي أي زلمة. إيه بس أنت ما دخلك بالقصة. ولو؟ شو كارلوس وشو أنا؟ كارلوس اسمعني منيح، هيك ما رح تزبط. ضرب إيدك على الطاولة وقل أنا معجب فيكي وخلصنا، وقل أنك جدي، سمعتني؟ شو عم تعمل؟ الزلمة ما بيسأل وبيحكي اللي بقلبه، كل شيء اسمه ونصيب. إذا هالبنت كانت من اسمته ما في شيء بوقف طريقه. اسمعني، ضرب ايدك على الطاولة واحكي لك كل شي بقلبك. خير شو صار لك؟ أنا رايد الخير سناء. أنا جدي كثير. وأنا بحب أتعشى برا بس ماني أخذ الموضوع بجدية لهالدرجة. ليكي سناء. لا 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 تطلعي بعيونك هيك. يا هلا بتحكي للبنت كل شيء عم يدور براسك وبقلبك؟ او بجي انا وبحكي لها كل شيء، ما عاد في لزوم للتمثيل وهالاشياء. واذا البنت رح تحبك عن جد؟ لازم تحبك مثل ما انت، مو لانك حدا تاني، فهمت علي؟ برأيي بكفي. القصد؟ مزبوط حكيك أخي عاكف، معك حق. عاكف مين؟ شايف اللي قاعد هنيك على هذيك الطاولة؟ اللي قاعدة معه بنت حلوة، هذا بيكون رفيق عمري.
اجى لهون خصوصي كرمال يوقف معي. خير ان شاء الله، ما تكونوا طالعين بمهمه كارلوس. نحن ما بنعرف كثير بمواضيع اللقاءات بالكافيهات وغيره، يعني انا رجال ابن ضيعه وكل يوم بحس انه قلبي صاير عم بدق اكثر من اللي قبله. ابتسامتك إلي لليوم ما عم بتفارق خيالي. أنا ما بعرف أحكي كلام غزل وحب، ما تواخذيني، أنا رجال اللي بقلبي على لساني وما بعرف لف ودور أبداً، وبعرف إنه مالي فرصة معي، بس مشان ما أندم لآخر عمري رح أعترف لك اليوم سنة. بصراحة أنا معجب فيكي. ما تواخذيني بترجاكي، أنا وجعت لك راسك بحكي. هاي المواضيع يا كارلوس اسمي ونصيب. أخي هدول الناس من عالم تاني، ما بيزبطوا معنا. بهي معك حق، بس الأمل خبز الفقير لك أخي. أنتوا اثنين هلأ قلبتوها مناحة يعني؟ البنت معنا من النوع اللي عم تحكي عنه. الحكي اللي قلتي هلأ قالوا له مجنون ليلى، قالوا له لك شبك رايح جاي وراكد ورا ليلى، مع أنه هاي ليلى وحدة سودة وما لها حلوة. قال لهم المجنون لو شفتوها بعيوني ما كنتوا حكيتوا هيك حكي أبداً. جد؟ أوف أوف، شو بدي أقول؟ الله كريم،